انا ماسك تامين المقر. دخلونا وعملوا الاسامي وشويه لسه ما جاتش. يعني انتوا لسه بادين الانتخابات 8:30. الكابتن ده الزابط ده ابن حلال والله فعلا. روح عاليه جدا وقابل ناس. بتعملوا ايه؟ احنا بنساعد الناس اللي عايزين يعرفوا اماكن انتخابهم في لجنه كذا، في مدرسه كذا، في قوائمهم فين وكده. ده على مستوى محافظه القاهره كلها ولا دايره السيده زينب هنا ولا